القتال، كله كيختار الطريقة اللي هي أنسب والأسهل. ولكن تجي واحد بعد التواب، كاين بعض التواب ديال الكاشط اللي كيكونوا مطروزين، كتجيك بعض المرة ضروري باش تخدم بالأمام هو الأول، ما يمكنش تخدم بحال هذه بالظهر هو الأول. يعني طحت أنا في هذاك التوب وجربت الطريقة ديال الظهر وما خرجتنيش، ودرت ليه الأمام، خدمت بالأمام هو الأول هو اللي خرجني، على حساب فيه الزواقات. كيكون واحد التوب مطروز، يعني كيجي الكول مطروز، وكيجي الكمام مطروزين، الجلال مطروز، يعني من بلاصتو. هذاك ما يمكنش ليك تخدم بالظهر هو الاول. انا يعني هي الطرق كامله مزيان، تعلم الطرق كامله، ولكن بالنسبه للناس اللي عاد بادين في الدومين خاصهم يتعلموا الحاجه السهله هي الاولى، عاد يبداو بالصعيبه. كاين اللي كيتعلم الصعيبه هي الاولى وكيخلي السهله، كيبقى يضيع الوقت ويزير راسه على شي حاجه اللي هي صعيبه، وكيخلي شي حاجه اللي هي سهله. كاين شي طريقه اللي هي سهله بالنسبه للطرق ديال كيفاش تركب القاب، الطرق ديال التركاب ديال الكمام، الطرق ديال المونتاج، راه فيها بزاف الطرق. كيبغي تمونتي قفطان والجلابه، راه كاينين الطرق بزاف ديال المونتاج، ماشي طريقة وحدة. تعلم طرق بزاف، كل طريقة كتخرجك انتي اول مره غتشوف هذه القناه. ما تنساش دائما كما تنقولوا، كما تنوصلكم دائما، الا كنتي اول مره غتشوف هذه القناه ما تنساش تابونا عندنا في القناه، وتضغط على زر الجرس باش توصل بالجديد، ملي نحط شي فيديو جديد توصل به في الحين ديالو، وتشارك الفيديو مع الأصدقاء باش يستافدوا، ودلوا على الخير كفاعليه. إلى لحتي نتا واحد الفيديو بارطاجيتيه مع صديق ولا مع صديقة في نفس الدومين، كتنال الجزاء ديالك، وكل ما استفد شي واحد من هذاك الفيديو يوصلك الأجر. ايوا ضغط بارطاجي شي حاجة اللي هي خايبة، يبقى يوصلك السيئات، يوصلك الذنوب، لهذوك الناس اللي غيوصلهم هذاك الشيء، هذاك المحتوى اللي بارطاجيتي. بارطاجي شي حاجة اللي هي فيها الخير، تستافد نتا وكيستافدوا الناس، وكل ما استافدوا الناس كيوصلك الاجر ديالهم، قد هذاك الاجر ديالهم هو. على كل واحد صيفطت ليه واستافد كيوصلك الاجر ديالو. يعني انت ولا انت ربما ما درتيش هذاك الفيديو، ما بذلتيش واحد المجهود، ما درتي حتى شي حاجه اللي هي صعيبه، فقط يعني بارطاجيتي هذاك الفيديو، فقط شاركتي الفيديو مع الاصدقاء واستافدوا، بدي الاجر. وهذه اسهل حاجه، ما غاديش تدي منك حتى واحد دقيقه، ما غاديش تديها منك. هنا التقويره ديال الكول عطينا 9 سنتيم، وغادي ناخذ نفس المسطره
اللي تراسينا بها التركيز وتراسينا بها الجلال هي اللي غنتراسو بها الكول. اليوم غادي نخدم معكم غير بهذا المسطار، هذا المسطار العجيب. هنا تحاول دير بها التركيز، تحاول تراسي بها الكول، تحاول تراسي بها الجلال، حتى الكتاف تحاول تراسي بها الكتاف، تحاول دير بها الايفازي. شوفوا الكول عندنا شحال فيه، لان الكوال ما كيبغوش الناس كول يكون كبير بزاف. هنا عندنا 16، غنحيدو سنتيم ديال الخياطه، كتبقى فيه 15 دايره في الكول، يعني كيجي متوسط، ما كبير ما صغير. هو هذا الكول ديالنا. بقاو لينا دابا غير الكمام، قطعوا الكمام. الكمام غناخدو هاد الطرف هذا اللي شاط لينا، ولا نقطعو منو الكمام. كون كان دابا التوب ديال 3 متر في الطول ومتر 10 ولا متر 12 في العرض، ما غاديش يخرج لينا هاد الكمام بلا خرطة، ضروري ما نديرو لهم الخرطة. ولكن دابا خرجوا لينا بلا خرطة. نسطر واحد السطر هنا، يجي التركيز الحاشية. كندخلو ب 12 سنتيم. نسطر واحد السطر آخر. نحطو القياس ديال طولكم اللي هو 74، 74 في المادة. المادة نشرح لكم هاد المادة، هادي المادة هي النص ديال الكتاف زائد طولكم. جبنا الكتاف عندنا 42، نخلو النص ديالهم هو 21، نخلوه هنا 21، وكنحطو القياس اللي عندنا هو 74، نخلو 75، نطراسو واحد التراساج من هنا، الخط مستقيم حتى هو ديال راسكم او الدورة ديالكم. عندنا فيها 16، نخلو 17، هاهي 17. هنا عندنا 28 في التركيز، كنقسموها على جوج هي 14، كنعاودو نقسمو هادي على جوج، كنقسمو هادي على جوج. كيما موالفين كان نفس الطريقة اللي موالفين تنخدمو بيها. هنا كنخرجو بجوج سنتيم، هنا كندخلو بسنتيم ونص. كناخدو مسطرة، نفس المسطرة، نفس المسطرة هي اللي غنحطو بها الكم ديالنا هنا، لأن اللي مبتدئة تخدم بمسطرة غتجيها ساهلة، حتى من بعد من تتمكن من نفسها مزيان تولي تخدم بلا مسطرة. هو هذا الكم ديالنا.
شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.